اليوم ان شاء الله عندي رده فعل لمباراه ريال مدريد وفالنسيا، مباراه في الدور الاسباني، حاليا الدور الاسباني مشعلل، فقبل ما ابتلي اضغط على زر اللايك، انشر المقطع في كل مكان، لا تنسى انك تشترك اذا كنت مو مشترك، خلينا نشوف على طول رده فعلي بالنسبه للمباراه، والمباراه جدا مهمه، لس على طول، طبعا هذه التشكيله راح يلعبون فيها ان شاء الله ريال مدريد، ننتظر بس البدايه على طول، هذه هجمه اولى، خلصها، جول راحت الكوره، كانت جول هذه، شوف الكو، من الحارس غلط من راموس تصويبه شال الحارس والثانية اوه والله كانت قريبة لمصلحة فالنسيا رونالدو الله عليك رونالدو حلوة هي اه راحت الحارس الله على البينية حلوة شوت وين وش استهبل هذا وين شايت شوف الرؤية ما فيها اوف سايد. دخل منطقة تصويبه بعيدة واجد هذه حلوة البينية عرض عرض طولها هي راحت اوووووووو دخول قوي كارت اصفر واضح يلا رونالدو. رونالدو خطيرة خطيرة راحت حلو مكان الفاول، والله أكبر قريبة شوف وين حطاها والله قريبة حلوة حلوة رأسية الله عليك يا رونالدو الله عليك موجود رونالدو سجل الهدف الأول 1-0 لريال مدريد برأسية مجنونة الله عليك حلوة الله الحارس وقف مكانه الله عليك حلوة اوه لا 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 استلام غريب شوي حلوه حلوه الله عليك برا راحت الله عليك شوت يا الله راحت في القائم حرض بس وش صار بلنتي حسبها بلنتي عنده كارت قاعد يسحبها قاعد يسحبها لا بلنتي بلنتي قاعد يسحبها واضحه شوف كره بنزيما يا حبيبي يلا بلنتي ورونالدو راح يسدد كل تسجيلاته سجلهم ما على واحده رونالدو اه صدها الحارس شالها مره ثانيه هذا الحارس مجنون في البلنتيات راحت على رونالدو على غير العاده بنزيما 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 وين قبل شوي في القائم الله عليك قول اه راحت برا حلوه ضاعت مستحيل كانها تعور رونالدو تعور شكل رونالدو راح في القام والله ضربه قويه كيف ضيعها اه ضرب في القام يا الله في التسعين باقي عشر دقايق حطها حط يا الله على الكرة شوفها يا مستحيل شوف وين حطت الكرة يا الله عليك الله عليك حلو مراتة مارسيلو شوت ايش راح يسوي الله عليك يا مارسيلو الله عليك يا مجنون والله سواها المشكله انه مو راس حربه ويسجل وراس الحربه ما يسجل ما ادري كيف عطني لعاله خلنا نشوف هذا الهدف مراتها اول شوف مراته ايش قاعد يسوي يا الله عليك لعبها في مكان حلو تمويه اخذ راحته وشاته يا الله عليك يا وحش المباراه خلاص شعللت فهذا كل المقطع اتمنى عجبكم المقطع اضغط على زر اللايك اكتبوا شو المباريات اللي تبيها او المقارنات او ارسل لي على تويتر شيء خاص بكره القدم اي شيء خاص بكره القدم ان شاء الله راح اشوفه الف مبروك لعشاق ريال مدريد نشوفكم ان شاء الله اتوقع مع مباراه برشلونه ما ادري اليوم ولا بكره اكتبوا تحت تبون رده فعل مباراه برشلونه اليوم ولا بكره نشوف رايكم نشوفكم على خير سلام